محافظة شمال سيناء، تحديدا من منطقة الشيخ زويد. الشيخ زويد اللي تم تهجيرهم على مدار التسع تمن سنين اللي فاتوا بحجة ان موجود عندنا ارهاب. دولة اطلقت حملة ضخمة بعنوان العملية الشاملة الاولى والعملية الشاملة الثانية والعملية الشاملة الثالثة. اعلنت الدولة على الجريدة الرسمية او في وكالة الانباء الرسمية قبل كم شهر الحمد لله القضاء على الارهاب شكلا وموضوعا في شمال سيناء. خبر من وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد تسع سنوات شمال سيناء تتطهر من التكفيريين بعدما ارتوت بدماء الشهداء. الإحصائيات الرسمية للدولة بتقول إن خلال الثمان أو التسع سنين اللي فاتوا البلد قدمت 3000 شهيد وحوالي 13000 مصاب ما بين شرطة وجيش ومواطنين من أهالي شمال سيناء. لكن كلام البلد أو اللي بتقوله وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن سيناء تطهرت تماما من الإرهاب وبقت مناسبة لإقامة المشروعات وعودة المواطنين، كلام اللي قال عنه رئيس مجلس الوزراء بإنفاق 700 مليار جنيه على التنمية في سيناء بينافي وبيخالف الوضع على الأرض. اللي حصل خلال التسع سنوات اللي فاتت أن كل من هو في سيناء متهم بالإرهاب، المواطن اتهم بالإرهاب فتم تهجيره وقتله بدم بارد على الأرض. الزيتون أيضا، شجر الزيتون في سيناء كان متهم بالإرهاب، تم تجريف أكثر من 20,000 فدان زيتون من إجمالي 25,000 فدان. الحيوانات في شمال وجنوب سيناء كانت متهمة بالإرهاب فكانت بتتقتل، المباني كانت بتتجرف وتتزال، رغم أنك بتحارب الإرهاب مش بتحارب المواطن. فبعد انتهاء ما يسمى بالحرب على الإرهاب بدأ الكلام عن عودة أهالي شمال سيناء أو ما يسمى حلم العودة. زمان كنا نسمع عن حلم العودة للمهجرين من فلسطين، دلوقتي في حلم العودة للمهجرين من شمال سيناء، أهالي رفح، أهالي الشيخ زويد، أهالي المناطق الحدودية اللي تم تهجيرهم تسع سنين بحجة أو تحت شماعة وجود إرهاب. طلع علينا الإعلام يقول إن أهالي الشيخ زويد يعودون لقراهم بعد غياب سبع سنين. طيب الحمد لله حكومة وعدت فوفت، قالت هنطلعكم شوية وهنمشي الإرهاب ونرجعكم. أي نعم الشوية طولوا، دخلوا في تسع سنين ولحد النهاردة لسه بنشوف ولادنا بيتقتلوا بدم بارد زي ما حصل في نقطة الارتكاز قبل كم شهر. لكن أهو حسب كلام الحكومة قرى الشيخ زويد تعود من جديد، ومحافظ شمال سيناء اللواء سيادة اللواء طلع سيادة اللواء شوشة طلع يكلمنا عن ان اهالي الشيخ زويد كلهم هيرجعوا، وقرى الشيخ زويد تحيا من جديد، عودة الاهالي رسالة للعالم بامن وامان سيناء، وان سيناء الحمد لله رجعت تاني لينا، ومن حقك كمواطن موجود في شمال سيناء تنعم بالامن والامان بعد العملية الشاملة وبعد التجريف وبعد الحملات اللي اطلقها الجيش والشرطة وقتل المواطنين وتقليع الزيتون. تعالى يا مواطن انعم بالامن والامان في سيناء اللي تحولت لصحراء اكتر مكان. تعالى يا مواطن انعم بالامن والامان والاستقرار والحريه على ارض شمال سيناء، وانت ما تقدرش تعدي غير اذا كان معاك باسبور كانك داخل دوله تانية او عابر حدود. اسمع كده كلام اللواء محافظ شمال سيناء، هو بيتكلم عن عوده جميع اهالي الشيخ زويد لقراهم ومساكنهم. نتابع هذا الفيديو. الله في خلال شهرين ثلاثة تكون كل القرى عادت إلى أماكن. ده خبر حلو قوي، في خلال شهرين ثلاثة كل أهالي الشيخ زويد يرجعوا إلى أماكنهم. إحنا عندنا طبعا في مدينة رفح موجودة، مدينة رفح دي طبعا كانت ملاصقة للحدود، وعشان كده إحنا بنبني مدينة رفح الجديدة فيها حوالي 10,600 شقة، فيها 400 بيت بدوي، فيها طبعا أراضي برضو زراعية للناس. يعني بنتكلم إن شاء الله إنه في خلال يعني سنة كده يكون الوضع تقريبا استقر كامل إن شاء الله. ده كان كلام اللواء عبد الفضيل شوشة عن عودة أهالي الشيخ زويد لقراهم، وإن قدامهم ثلاث شهور يعود جميع من تم تهجيره. الكلام ده اتقال قبل حوالي 7-8 شهور على التلفزيون المصري بلسان سيادة اللواء وأمام الجميع،
والمطالبة بعودة أهالي الشيخ زويد لقراهم ومدنهم. لكن رجعوا أهالي الشيخ زويد اكتشفوا إن الزيتون بتاعهم بنسبة تتجاوز 80% تم حرقه وقلعه بحجة محاربة الإرهاب. اكتشفوا إن محافظة شمال سيناء مثلا حوالين مطار العريش تم عمل مصطبة خرسانية بإجمالي 37 بإجمالي 5000 متر. 37 كيلو متر مصطبة خرسانية حوالي أكتر من 5000 فدان عملتها الحكومة حوالين مطار العريش على حساب المباني وأرض الزيتون وعلى الأبار اللي كانت موجودة. اكتشفوا إن الحكومة اللي مرجعاهم يعيشوا في بيوتهم وفي أراضيهم أقامت سجن في شمال سيناء على مساحة تتجاوز 5 كيلو متر، والسجن هيسع ل 20,000 مواطن أو 20,000 سجين. فأهالي الشيخ زويد اللي راجعين يعيشوا في بيوتهم ما لقوش بيوتهم موجودة، فطالبوا الحكومة بالتعويض. فخرج علينا سيادة اللواء عبد الفضيل شوشة وقال هنصرف التعويضات لأهالي مناطق الشيخ زويد بشمال سيناء. ونسبة صرف التعويضات حتى هذه اللحظة تجاوزت حسب كلام الحكومة 85% من الأهالي. والأهالي اللي كانت راجعة تعيش في بيوتها ما لقتش بيوتها، راجعة تعيش في قراها ما لقتش القرى بتاعتها. اكتشفنا ان موضوع الرجعة او موضوع العودة مجرد كلام على الورق او مجرد وهم بيبيعوه للمواطن عشان يصدروا فكرة ان احنا انتصرنا على الارهاب في شمال سيناء، فكرة ان احنا حققنا نجاح وحققنا انتصار وحققنا وحققنا وحققنا، وتعالى يا مواطن ارجع، ملقاش المواطن مكان، وطلعنا بشماعة جديدة او خطة جديدة لتهجير اهالي شمال سيناء تحت ما يسمى التطوير مخطط، أو بتوجيهات رئاسية مخطط كامل لتطوير مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. نفس المخطط اللي بيطور جزيرة الوراق، وبيطور مثلث مسبيرو، بيطور دلوقتي منطقة العريش أو ميناء العريش، المخطط اللي بيطور القاهرة القديمة والقاهرة الجديدة، بيطور بعض الأماكن الأثرية في قلب القاهرة التاريخية، وبيطور الأماكن في اسكندرية. معنى التطوير في بلدنا هو كلمة مقابلة للتهجير أو كلمة مساوية للتهجير. الناس اللي لسه رجعت قبل كم شهر النهاردة بيتم تهجيرهم تاني بحجة التطوير. الناس اللي استحملوا 9 سنين 9 سنين بلا خدمات، ده غير قبل كده يعني 9 سنين بلا أمن ولا أمان، 9 سنين عايشين في الصحراء في العرى لما تم تهجيرهم من بيوتهم، 9 سنين بيدفعوا من دم قلبهم اعتداءات الجماعات الإرهابية واعتداءات الشرطة والجيش واعتداءات الإعلام اللي وصفهم بالإرهاب وحولهم لمجرمين قدام الشعب والعالم. النهاردة بيتم تهجيرهم تاني، لكن المرة دي مش عشان نحارب الإرهاب لأن احنا انتصرنا على الإرهاب، لكن المرة دي عشان هنطور شمال سيناء. هندفع في منطقة الشيخ زويد لوحدها حسب كلام الحكومة 17 مليار جنيه. هتعملي ايه يا حكومة؟ هعمل شيخ زويد جديدة. طب الشيخ زويد القديمة هتوديها فين؟ هاخدهم ارميهم بره واطلعهم واعمل شيخ زويد جديدة. الجيش المصري يقرر حظر الاعمار في قرى جنوب رفح والشيخ زويد، وده اول قرار. رجعت الناس لكن ممنوع حد يحط طوبة فوق التاني. تعالوا ارجعوا قراكم والعزب بتاعتكم والنجوع، لكن ممنوع تعلق باب او تحط شباك او توقف بيتك وتهددهولك وجبتهولك على الارض. ليه؟ لان المنطقة دي تحولت لمنطقة عسكرية. محافظة كاملة زي محافظة شمال سيناء، ومدينة كاملة زي مدينة الشيخ زويد، و14 قرية ونجع وكفر دلوقتي تحولوا لمنطقة عسكرية، ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع البناء، ممنوع التعمير، ممنوع التخطيط، ممنوع أي حاجة. ليه؟ بنعمل مدينة جديدة بحجة التطوير، مخططات مشبوهة لتهجير أهالي الشيخ زويد والعريش. اللي هو رجعنا تاني للمربع صفر، رجعنا تاني لما قبل 9 سنين، رجعنا تاني لما قبل العملية الشاملة، رجعنا تاني لما قبل 3000 شهيد وأكثر من 15 مصاب، رجعنا تاني لما قبل الحرب على الإرهاب، المرة دي الحرب على المواطن بحجة التطوير. أهالي الشيخ زويد بيتظاهروا بقالهم كام يوم بيطالبوا الحكومة بالوفاء بالوعود، وده فيديو أو مظاهرة
اعتصام لبعض أهالي قرى الشيخ زويد خلال الليالي اللي فاتت رفضا لتهجيرهم بحجة التطوير. نتابع هذا الفيديو. بالمناسبة الناس دي مش معترضة على التطوير، زي ما بتوع مينا العريش مش معترضين على بناء مينا، لكن الاعتراض انك هتطلعنا من بيوتنا وتعمل مكانها منتجعات. دلوقتي تقريبا في خطة كده لتحويل شمال سيناء لمدينة سياحية او مدينة استراتيجية تربط ما بيننا وما بين الكيان الصهيوني، وممكن تصل لبعض الدول المجاورة بيعملوا فيها مينا وبيعملوا مطار ومش عارف بعض الطرق الدولية وبعض الكافيهات والمنتجعات والفلل والشاليهات، كل ده على حساب السكان الاصليين المواطن. مش عيب انك تعمل طور، لكن ادي الارض لاصحابها. مش عيب انك تطلعهم منها عشان تعمل مشاريع قومية، لكن تعوضهم بالتعويض المناسب. نازي لما اتظاهرت واعتصمت خلال الايام اللي فاتت، بدل ما حد يسمع لهم محاولات لوقف تظاهرات المصريين المهجرين في سيناء وتهديدات من السادة القيادات في الدولة وقيادة الجيش اللي موجودة في شمال سيناء، أي حد هيتظاهر هيتم اعتباره متمرد وخارج عن القانون وإطلاق النار عليه مباشرة. الناس اللي بتطالب ببيوتها والناس اللي وقفت بصدر عريان قدام الإرهاب وكانت حائط الصد قدام تمدد وتنامي هذه الجماعات المسلحة، دلوقتي بيعتبروا خارجين عن القانون عشان بيطالبوا ببيوتهم. لكن السؤال اللي بنسأله أو أي حد بيسأله، لماذا يتم تجريف شمال سيناء؟ وليه سيناء بتتفضى من أهلها؟ وليه بيتم إزالة الزيتون اللي يعتبر الركيزة الأساسية للحياة في شمال سيناء؟ وليه بيتم هدم البيوت بحجة الإرهاب وقطع الشجر بحجة الإرهاب؟ ليه بيتم تهجير آخر الأماكن اللي فيها مواطنين في شمال سيناء؟ نقطتين فقط. في شمال سيناء كلها فيها مواطنين، 5000 أسرة موجودة في العريش دلوقتي بيتهجروا عشان نعمل مطار العريش. عندنا أيضا أسر موجودة في الشيخ زويد أو رجعت من جديد بيتم تهجيرهم بحجة إن إحنا بنعمل الإيه؟ تطوير. فبقى أهالي رفح والشيخ زويد ووعود العودة اللي وعدتهم بها الحكومة مقابل التطهير من الإرهاب مع الأسف بتنتهي دلوقتي بالإجلاء بحجة التطوير. ناس ما بين كماشة أو ما بين حجر الإرهاب وسندان التطوير، كماشة مسكاها الحكومة للمواطن. خلصنا من موضوع الإرهاب، دخلنا في موضوع التطوير، وبالنهاية مظاهرات لأهالي سيناء شمال سيناء بيطالبوا بحقهم بأرضهم بوعد الحكومة قبل 10 سنين، واللي مع الأسف راح مع الريح زي كل الوعود اللي وعدتنا بيها الحكومة.